السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للجميع الإخوان، تحية للإخوان المغاربة فيما كانوا عبر العالم، تحية لجميع الإخوان العرب وجميع بقع العالم. نتمنوا هذا الفيديو إن شاء الله يكون، أو هذا الشهر الكريم إن شاء الله يكون دخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله، وحنا قابلين على شهر رمضان المبارك، الله يدخل لكم بالصحة والسلامة. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله إخوان الكرام هو على الكهرمان، الطريقة ديال المعرفة ديالو غير في المنزل ديالك. قبل ما تقتني أخي الكريم، بغيناك تشوف هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله، اللي غنقدموا فيه بعض المعلومات المهمة مثل الأسعار ديالو إن شاء الله في الأسواق العالمية. قبل ما نبدأ في الفيديو إن شاء الله التوضيحي، غنخليكم واحد المقطع ديال بعض الصور باش تعرفوا عليهم، عاد ندخلوا ان شاء الله للفيديو باش تشوفوا معطيات ونعطيو الاسعار والكثافه والقساوه ديالهم ان شاء الله. بقاو معنا في الفيديو. كما لاحظتوا الاخوان، بالنسبه للكهرمان، الكهرمان القساوه ديالو، غنبداو بالقساوه، نبداو بالالوان. ثاني حاجه نبداو نديروا الالوان الجزء الثاني، والطريقه ديال المعرفه ديالو والالوان اللي كاينه واين هو المطلوب ان شاء الله باذن الله، وطريقه ديال الفحص ديالو. بالنسبه كما سبق لنا وذكرنا، كاينه قساوه ديال الكهرمان كتبدا من 2.00 حتى 2.05 او لا 50، يعني هادو هما، هذه هي القساوه ديالو. كاينه الكثافه، هنايا القساوه الاخوان كل واحد شنو كيقول، كيقول كاينه من واحد، هي كاينه جوج اونس القساوه. الكثافه ديالو كتراوح ما بين 1.05 حتى 1.09، هذه هي الكثافه. الكريم، ملي كنقيسوا الكثافه ديال الكهرمان، الا عطانا اقل من هاد 0.5 يعني عرفوا بانه راه مغشوش
وماشي طبيعي. المهم الهدف ديالنا هو من 1.05 ل 1.09، هادو هما هذه الطريقة ديال الكثافة ديالو، ولا هذا هو القياس ديال الكثافة. بالنسبة للألوان، الألوان أخي الكريم كاين ألوان كثيرة بحكم كاين الصناعي. ملي كنهضروا على الصناعي كاين البني، كاين الأزرق، كاين الأصفر، كاين الأحمر، كاين الأسود، كاين العسلي، كاين البني المفتوح والداكن. ولكن حنا الهدف ديالنا هو المعرفة ديال هذا اللون المطلوب ديال الكهرمان. الكهرمان اخي الكريم كيجي بجوج ديال الالوان، كيجي الاصفر مفتوح، كيجيو معاه حشرات اولا كيكونوا فيه مكونات ديال حشرات ديال الاف ولا ملايين ديال السنين باش كتكون اولا كتشكل فصل من داك الماده، كتكون لزجه من بعد كتقصح يعني كتمر عليها واحد الزمن طويل باش توصل باش كتحجر وكتولي صلبه. والمطلوب ان شاء الله باذن الله راه غنعلنوا عليه. بالنسبة للأضواء اللي كتعرف أسهل الطرق باش تعرف الكهرمان في المنزل ديالك هي الإبرة. الإبرة أخي الكريم كنشدو واحد الإبرة صغيرة، كنحاولوا ما أمكن نسخنوها فوق النار أو لا قبل الفرك ديالو، مثلا ما بغيتش تفرك مثلا هاد مثلا ما عندكش ديريه بالفرك ديال الكهرمان. الكهرمان أخي الكريم ملي كنحكو بحال هكذا كيطلق لنا واحد الرائحة زكية، رائحة ديال المسك سبحان الله. ثاني حاجه ما بغيناش ما عطاتناش مثلا بحال الشكل، كنشد واحد الابره صغيره وكنسخنوها وكنحاولوا غير نقيسوا بها هاد الحجر بحال هذا الشكل اولا الكهرمان، كندوزوا عليه غير بهذه الطريقه هذه، يعني غير بشويه باش ما نخدش هذيك الكهرمانة اللي عندنا. ثاني اولا ثالث حاجه هي الفورسينت، واحد الضوء البنفسجي، ضوء بنفسجي. كنحطوا الكهرمان بحال الشكل وكنحاول نطفي الضوء وكنسلط عليه هذاك الفورسينت او الضوء البنفسجي. اللون المطلوب اخي الكريم هذا بحكم الاصلي كيعطينا داك الضوء، المغشوش ما غاديش يعطينا داك اللون اللي مطلوب، اللون هو الاخضر. هذا بالنسبه للعسلي او الاصفر. ان شاء الله عما قريب غنحاول ندير لكم واحد الفيديو بحكم ما عنديش دابا هنا هاد الالوان ديال الكهرمان، ولكن ان شاء الله غادي نجيبوها باش تشوفوها تعرفوا عليها عن قرب ان شاء الله باذن الله. الكهرمان كما قلنا كنسلطوا عليه الضوء ديال الفورسينت، واحد الضوء بنفسجي، كيكونوا مصابيح بحال هذا الشكل يدويه، كنسلطوا عليه وكنطفيو الضوء ديال المكان، كنحاولوا نشوفوا شمن اللون كيعطينا، خصو يعطينا اللون الاخضر. هذه هي الثالث حاجه اخي الكريم اللي غتعرف على الكهرمان. كاينه الطرق ديال الماء، الا حطيناه في الماء العذب يعني ماء عذب كيكون طبيعي كينزل تحت ولا كينزل الاناء، كينزل تحت يعني كيبقى في التحت ديال الاناء ما كيطلعش، عكس الماء المالح بحكم هو كيطفى فوق الماء المالح. ملي كيكون ماء معدني طبيعي او ماء ديال اي كتضيف له الملح كتحركو مزيان حتى كيذوب داك الملح وكنحطو فيه الكهرمان، واخا تكون فيه حتى 10 كيلو ولا 11 كيلو كيما بغى يكون النوع ديالو الحجم ديالو، ملي كنحطو في داك الماء المالح كيطفو فوق الماء كيطلع. هادي في المنزل ديالك اخي الكريم قبل ما تشتري او لا قبل ما تقتني الكهرمان. كما قلنا الروائح، هاد الكهرمان اخي الكريم ما كيتباعش للحبه او للجرام، كيتباع للقيراط الواحد، للقيراط الواحد. هادو مواضيع خص تعرفهم. بالنسبه للاشجار اخي الكريم، الاشجار هي شجره الصنوبر، شجره الصنوبر واخا تكون حداك ما غاديش تعرف عليها اخي الكريم، لهذا كندعيو جميع الاخوان اللي عندهم هاد الاشجار هادي بحكم هذاك الماده اللزجه اللي كتنزل راه ما يمكنش غتجمع في عام ولا عامين، كتبقى واحد الفتره كبيره. دوك الحشرات اللي كيكونوا داخل الكهرمان اخي الكريم راه كتكون فوق 100,000 سنه. اسمع اخي الكريم، ديك الحجر ديال الكهرمان الطبيعي الاصلي علاش كنهضر، كيكون عنده واحد الفتره زمنيه كبيره هو محطوط في الارض ولا محطوط في جانب ديك الحجر ديال اولا ديك الشجر ديال الصنوبر، وكت ديك الماده اللزجه كتنزل وكتطيح على دوك الحشرات اللي كيكونوا كيحوموا في ذاك المكان اللي كتواجد فيه ديك الشجره. لهذا هو السر ديال داك الحشرات اللي كيكونوا داخل الكهرمان، هذا هو السر منهم. ثاني حاجه اخي الكريم او اخي المشاهد باش نقربوكم من الصوره لاتمام، الاسعار ديالو كتراوح كتبدا من 1 دولار حتى ل 100 دولار للقيراط الواحد. هنا اخي الكريم ماشي كنهضروا على بلاستيك، ما كنهضروش على الصناعه اللي كتصنع في المانيا، كنهضروا على الكهرمان الاصلي. والالوان ديالو المطلوبه كما قلت لك هم البنفسجي، عفوا الاصفر الفاتح ولا العسلي، اللون ديالو تقريبا كيشبه
هو الا شتي كما شفتوا في هذا الفيديو هذا الالوان اللي كاينه ورايجه هو هذاك البني كيكون بحال الشكل ديال اللبان بحال هكذا، ولكن الداخل ديالو كنلقاه بواحد اللون اصفر، هذاك الاصفر المفتوح هم المطلوبين كما سبق لو ذكرت. بالنسبه للاسعار ديالو كتبدا من 1 دولار يعني 10 دراهم حتى 1000 درهم او لا 100 دولار، هادو هما الاثمان القيراط الواحد، ما كنهضروش على الجرام ما كنهضروش على الحبه. اما العقد الا كان عندك عقد كبير راه غناك الله والله ما يسر الجميع الاخوان. هذا موضوع توضيحي خاص بالكهرمان ان شاء الله، وان شاء الله في عما قريب غنبقاو نديرو فيديوهات توضيحيه طيله شهر رمضان ان شاء الله باذن الله، باش الكل اي معلومه بغيتو تعرفوها على اي حاجه، المكونات الكثافه القساوه ديالو الكثافه ديالو الاثمان خليوه لنا في التعليقات، ونحن راهن الساعه. كنشكركم، معكم اخوكم كمال، وتحيات اداره القناه الاحجار الكريمه لجميع الاخوان مشاهدين ديالنا متابعين الاوفياء منذ فتره طويله، وكنرحبوا بالاخوان الجدد معنا. تحياتي لكم من هذا المنبر، ونتمنى هذا الشهر الفضيل يدخل عليكم بالصحه والسلامه. ما تنساش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه باش يوصلك اي جديد من هذه القناه ديالك انت وديالك انت يا اختي. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.